مساء الخير على أحلى جمهور في الدنيا، وارحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة. ألف مبروك لفوز النادي الأهلي على المصري، ألف مبروك لينا على 3 نقط، وألف مبروك لينا على الأداء اللي ممكن يكون من أفضل اللي حصل من ساعة ما رجعنا من فترة التوقف لفريق النادي الأهلي في مكاسب كتير قوي من مباراة امبارح. بس قبل ما نتكلم فيها، مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير يا سارة، ومساء الخير على كل جمهور السادسة، كل الأهلاوية اللي بيتابعونا، أهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما قالت سارة، مبروك طبعا للنادي الأهلي فوزه امبارح على النادي المصري. واللي حضر وتابع حلقتنا امبارح يمكن يا سارة في السادسة واتكلمنا على مجموعة من الأهداف. أنا بيتهيألي في تقديري يعني إنه معظم الأهداف دي اتحققت، وأعتقد إنه في حالة رضا كبيرة جدا عن أداء النادي الأهلي وعلى مجموعة المكاسب. واللي في أولها الحقيقة إنه عندنا النهاردة بادجي ماتش بعد التاني بيأكد جدارته بالفانيلا الحمراء، وأعتقد إنه الراجل امبارح قدم مباراة عالمية، لدرجة برضه إنه لتاني مباراة على التوالي ناس بتشوفه إنه مان أوف ذا ماتش. عندنا طبعا الحاجة اللي كان مستنيينها أو مستنيها جمهور الأهلي بشكل كبير جدا بقالهم فترة، والأصوات اللي بتنادي طول النهار انه صالح فين، صالح يلعب، صالح ياخد فرصه. اعتقد ان دي امبارح واحده من اهم المكاسب، مش مشاركه صالح في حد ذاتها، لانه مشاركه اعتقد الوقت ما يسمح لناش نعمل تقييم حقيقي لمستوى صالح جمعه، لكن دي خلينا نقول انه صالح موجود في الصوره، ودي في حد ذاتها مكسب كبير جدا من اهم مكاسب ماتش امبارح. زي ما قلت لحضراتكم، الثلاث نقط اللي خدهم الاهلي امبارح يقطعوا بيه مشوار طويل جدا في مشوار حسم البطوله. واعتقد انه الاهلي من كل الماتشات اللي فضله يكفي فقط الفوز في اعتقد 5 ماتشات عشان يعلن رسميا فوز النادي الاهلي بدرع الدوري. النهارده في اكتر من موضوع، وفي معانا فقره خاصه انا مش هتكلم فيها، ارجو من حضراتكم انكم تتابعونا، لانه الفقره دي بيتهيألي عزيزه جدا، ذكرى مهمه جدا وعزيزه جدا وغاليه جدا على قلب كل اهلاوي. لكن الحقيقه كمان في فقره في غايه الاهميه، في اوقات كتير جدا يا ساره بيبقى المشكلة مش بس في وجود القانون اللي يمنع أي مخالفة أو يتعامل مع أي مشكلة أيا كان نوعها، لكن المشكلة الأكبر بتكون في كيفية تطبيق القانون، آلية تطبيق القانون. وبيتهيألي بشكل كبير ده ينطبق على موضوع الفار. أكيد يا أحمد، النهاردة يكون معنا كابتن ناصر عباس، نتكلم أكتر عن الأخطاء التحكيمية، عن ليه الفار أصلا موجود، إيه الحالات اللي بيتدخل فيها الفار. هنتكلم بالتفصيل كمان عن كذا حالة حصلت في مباريات الأهلي اللي فاتت. بس أحب أرجع كمان معاك وأكد لكلامك على فوز الأهلي امبارح، أنه الحقيقة فعلا من المكاسب أنه أنا شايفة أن احنا كنا من أفضل الأداء الهجومي اللي عمله النادي الأهلي بعد ما رجعنا من فترة التوقف بسبب فيروس كورونا. يمكن فايلر فاجئنا بأنه لعب بادجي ومروان، كانت مفاجأة متهيألي لينا يا أحمد، لكن الحقيقة يمكن فكره كان في محله. بادجي دايما بنقول من ساعة ما رجعنا من فترة التوقف كلنا بنقول واحدة بواحدة مع لعب مباريات أكتر مع إحراز أهداف بياخد الثقة بشكل أكبر، والحقيقة اللاعب ده بيثبت وجهة نظر إدارة الأهلي والجهاز الفني كمان في التعاقد معاه. الحقيقة لاعب سريع مهاري قوي بيتمركز بشكل كويس في الملعب يا أحمد، وممكن يكون عنده ميزة لازم تكون عند المهاجم أنه بيقدر ياخد الكرة من غير التحامات قوي قوية. بادجي ظهر بشكل كويس جدا، والحقيقة بيطمننا أن احنا يبقى عندنا برضو خط هجوم قوي جدا. مروان محسن ممكن يكون ما أحرزش هدف امبارح، ولكن برضو شايفة أنه هو كان أفضل من الماتشات اللي فاتت، وخد الثقة كمان بعد إحراز هدف الجونة في الدقائق الأخيرة. طبعا من الحاجات السلبية كانت إصابة عمرو السولية، بنتمنى له ألف سلامة والشفاء طبعا، ولكن من الحاجات الإيجابية زي ما أحمد قال هو رجوع صالح جمعة، حتى لو لسه ما رجعش للمستوى اللي احنا عارفينه عليه، بس دايما بنأكد أن صالح جمعة لاعب عنده كواليتي مش موجودة في لعيبة كتيرة في مصر، وانه باذن الله لما يرجع لمستواه هيكون اضافه كبيره جدا ومهمه جدا للفريق. من وجهه نظري مشاركه العربي بدر برضو ايجابيه جدا، وهو ممكن نقول امتداد للعيبه الصاعدين من ناشئي النادي الاهلي، ودي الحقيقه حاجه ايجابيه جدا واحنا هنحتاجها كتير الفتره اللي جايه، وهو من الاسماء المتوقع ان هي تبقى مشاركه في الفتره اللي جايه في تشكيله النادي الاهلي. خلينا كمان نقول انه النهارده الحقيقه صحينا على خبر للاسف سيء، اصابه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي بفيروس كورونا، بعد ما اجرى طبعا
المسحة وثبتت إيجابية العينة. طبعا احنا طمنا عليه وعرفنا انه الحمد لله حالته الى حد كبير جدا مطمئنة، نتمنى له طبعا سرعة الشفاء. والحقيقة يمكن الى حد كبير جدا حالة الدعم والحب الكبيرة جدا، حتى الدعم المعنوي طبعا من جماهير النادي الأهلي اللي بمجرد ما عرفت الخبر دخلت على السوشيال ميديا، اعتقد تفرق كتير جدا. ونتمنى ان شاء الله باذن الله الشفاء العاجل للمهندس خالد مرتجي. خلونا نبتدي مع حضراتكم حلقه النهارده ونروح لاهم الاخبار. راحه سلبيه 48 ساعه للاعبي الاهلي بعد الفوز على المصري. شكوك حول مشاركه السوليه امام دجله للاصابه. أربع مباريات تجهز الأهلي لمواجهة وادي دجلة. مسحات كورونا تتسبب في أزمة بين الجبلاية والأندية. ميسي يعلن التمرد وعقوبات كبيرة في انتظاره. ثورة في ليفربول لإعادة التبديلات الخمسة. الحقيقة طبعا بعد ما برحب بحضراتكم مرة ثانية، احنا عندنا لحد اللحظة نقدر نقول الكيرف فيه تصاعد مستمر، ويوم بعد الثاني اعتقد انه مكاسب الاهلي واضحة بشكل كبير جدا. شفنا ده بيترجم امبارح في ماتش المصري، قلت لحضراتكم عدد كبير جدا من المكاسب، منها تجربة لعيبة جديدة، منها دخول صالح جمعة في الصورة، منها تألق أليو بادجي، والأهم طبعا تحقيق الفوز، لأنه الأهلي لما العجلة بتدور بيبقى صعب جدا أي حد يوقفها. احنا عندنا سيكونس كده أو الكيرف طالع، عندنا وادي دجلة وبعدين حرس وبعد كده إسماعيلي، وندخل بعد كده في لقاء الوداد اللي لغاية النهاردة ما أقدرش أقول إنه هيتلعب في ميعاد وفي كلام كتير جدا، لكن حتى اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها ما فيش حاجة مؤكدة. على كل الأحوال طبعا مع دخول أكتر من لعيب في الصورة في الفترة اللي جاية، عندنا محمد محمود، عندنا كهربا، عندنا حسين الشرحات، اعتقد الاهلي ان شاء الله يستعيد قوته الضربه بشكل كبير جدا. امبارح بادجي وبصرف النظر عن الثلاث نقاط، لكن والشيخ الحقيقه كمان لازم اشيد باحمد الشيخ، لانه الثلاث اجوان سواء الجونين اللي اتلغوا في الاول او الجون اللي جابه بعد كده بادجي، هتلاقوا حضراتكم دويتو كده مشترك الشيخ بادجي، والثلاثه بيقولوا انه عندنا مقدمة لثنائي أعتقد ممكن يكون فاعل جدا ومؤثر جدا في مشوار الأهلي في البطولتين. على كل أحوال النهاردة ريني فايلر المدير الفني نادي الأهلي قرر أنه يدي لعيبة الفريق الأول راحة سلبية، مش هيتمرنوا لمدة يومين، 48 ساعة راحة كاملة بعد ما طبعا قدر النادي الأهلي يتخطى الفريق المصري امبارح. ومفترض إن شاء الله أنه بداية من يوم الثلاثاء اللي جاي هيبتدي الفريق يرجع مره ثانيه للتدريبات عشان يستعد بقى طبعا لماتش وادي دجله المنتظر ان هو يكون يوم الجمعه اللي جاي. فايلر من وجهه نظره بيفضل انه يدي اللعيبه راحه لمده يومين عشان يديهم فرصه للاستشفاء العضلي بسبب ضغط وارهاق المباريات المتتاليه خلال طبعا الفتره الاخيره. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم كمان ان عمرو السوليه لاعب وسط الاهلي بيواجه شبح الغياب عن مباراه وادي دجله اللي جايه في الدوري يوم الجمعه، ودي طبعا في منافسات الجوله 24، وده بعد الاصابه اللي تعرض لها اللاعب امبارح قدام المصري وخرج بشكل طبعا اضطراري زي ما شفنا، ما قدرش انه يكمل المباراه. الاصابه كانت عباره عن شد في العضله الاماميه، والاشعه هي اللي هتحدد خلال الساعات اللي جايه مده غياب السوليه عن التدريبات والمباريات، لكن بنسبه كبيره ممكن ما يقدرش يلحق مباراة وادي دجلة. طبعا بنتمنى له الشفاء في اقرب وقت طبعا. وحتى بس يعني نطمن جمهور الاهلي انه النهارده اي لعيب بيتصاب الناس الحقيقه يعني بتتكهرب طبعاً. يعني بس ان شاء الله باذن الله حتى لو السوليه ما كانش موجود في ماتش وادي دجلة فان شاء الله ماتش الحرس والاسماعيلي ان شاء الله يلحقهم ويكون جاهز باذن الله. على كل احوال كمان الجهاز المعاون لريني فايلر يمكن ابتدى يحضر لماتش دجله، تحديدا كان بيتابع او بيتفرج على اخر اربع ماتشات لعبهم وادي دجله في الدوري عشان يقدر يدرس الفريق بشكل مفصل، يعني يقدر يعرف نقاط القوه نقاط الضعف في فريق وادي دجله. والحقيقه يمكن الجهاز قدر انه يحصل على عدد من تسجيلات لاخر ماتشات وادي دجله، كان ماتش دجله قدام المقصه والاتحاد والاسماعيلي وكمان حرس الحدود عشان يقدر يجهز طريقة اللعب المناسبة
الوادي دجله. بالمناسبه وادي دجله كان بيلعب النهارده مع اف سي مصر وقدر ان هو يكسب 2-0، واعتقد انه كان بيلعب الشوط الثاني اعتقد ناقص لعيب، فبالتالي هيكون واحد برده من الماتشات اللي اكيد الجهاز هيعرض او هيركز عليها بشكل كبير، او خلص 2-1 زي ما زمايلي بياكدوا لي دلوقتي، لكن الجهاز هيركز على الماتشات دي بشكل كبير جدا، خصوصا في المحاضره الاخيره للنادي الاهلي قبل ان شاء الله لقاء الوادي دجله. في ازمه الحقيقه جديده ظهرت مؤخرا بين عدد من الانديه واتحاد الكره، وده بسبب تحليل الدم الخاص باختبار فيروس كورونا وعدم صحته في بعض الاحيان، وحدوث نوع من التخبط لكشف اللاعب المصاب بفيروس كورونا من عدمه، بناء طبعا على تصريحات بعض مسؤولي الانديه دي اللي طلبوا العوده للعمل بمسحات كورونا بدلا من تحليل الدم، طبعا لان المسحه بتكون نتيجتها صحيحه بنسبه كبيره، مسحه كورونا مش تحليل الدم. مسؤولي اللجنه الخماسيه رفضوا العوده للعمل بمسحات كورونا والاستمرار بالعمل بتحليل الدم، خاصه ان الصحه العالميه اقرته بيتم العمل به في العديد من الدول لاختبار فيروس كورونا. الانديه المتضرره طلبت بتحمل تكاليف مسحات كورونا من الخزينه الخاصه بيهم، خاصه طبعا ان التكاليف اللي بتتحملها الجبليه الفتره اللي فاتت كانت كبيره جدا، والى الان ما زالت هناك يعني محاولات ما بين اتحاد الكره والانديه بمعرفه وزير الرياضه للبحث عن افضل الحلول في الموضوع ده، وده اللي هيتم برضو حسمه خلال الساعات اللي جايه، والاقرب لحد دلوقتي هو استمرار العمل بتحليل الدم الجديد. يعني يقول لك مسحات فيروس كورونا هي الادق من تحليل الدم. هو الموضوع ده الحقيقه يعني علامه استفهام كبيره جدا بالنسبه لطرفين المعادله، سواء كنت بتكلم على الجبليه او على اللجنه الخماسيه المكلفه باداره شؤون اتحاد الكوره او على الانديه. واعتقد انه بدايه كده اللعيبه بالنسبه للنادي بالتاكيد هي ثروه يجب الحفاظ عليها، وحتى بعيدا عن الرياضه وبعيدا عن الاستثمار وبعيدا عن اي شيء ليه علاقه بالمنفعه، انا بعتقد انه حتى من الناحيه الانسانيه ما اعتقدش انه احنا يجب ان احنا يعني معلش نوفر في حاجه زي كده. انا اعتقد المنظومه الكرويه في مصر سواء كنا بنتكلم على اتحاد كوره او كنا بنتكلم على انديه بتصرف مليارات، وما اعتقدش انه لما تيجي حاجه تتعلق بسلامه اللاعبين اعتقد ان احنا مش هنتكلم بقى في تفاصيل المسح يعني اوفر وارخص ولا تفاصيل تحليل الدم، الاهم ان احنا نتاكد من سلامه اللاعبين قبل اي شيء. ايا كانت بقى الطريقه او المعدل اللي تتم بيها، طبعا جبليه بتقول من وجهه نظرها انه الموضوع اوفر بادجت، احنا صرفنا كتير جدا، المسحه ممكن تكون مكلفه عشان نعمل مسحه لكل فريق قبل 48 ساعه في ماتشات الدوري في 18 فريق، احنا بنتكلم على رقم كبير، لكن في النهايه اعتقد ممكن جدا الوصول لنقطه وسط كومبرومايز لطيف تقدر بيه الانديه واتحاد الكوره ان هم ينسقوا حتى لو في تقاسم لفكره تحمل التكلفه، لكن في النهايه الاهم هو الاطمئنان على سلامه اللاعبين. نروح بقى لبرشلونه. يعني طبعا احنا على مدار الايام الاخيره كل جماهير الكوره في العالم برشلونه ميسي علاقه طويله وممتده، واعتقد انه تاريخ كبير جدا قدر انه ميسي يعمله في برشلونه، لكن الحقيقه بعد الخروج الصعب جدا مش بس من دوري ابطال اوروبا لكن كمان من حتى الدوري الاسباني وكاس الملك، اعتقد ان العلاقه وصلت لحاله توتر شديده جدا ما بين ليونيل ميسي واداره برشلونه، ويبدو من حتى من تصريحات ميسي اللي هاجم فيها الاداره بشكل كبير جدا انه على خلاف مباشر مع رئيس النادي بارتوميو، ولكن التطورات اللي حصلت في خلال 48 ساعه، لان كل اللي كان بيحصل قبل كده او اللي بيتقال قبل كده ساره كان في اطار التكهنات. احنا هنا اتكلمنا وعرضنا الصوره العظيمه اللي موجوده ورا ساره دلوقتي، طبعا قلنا انه في مفاوضات من باريس سان جيرمان، في مفاوضات من الاتحاد، في رغبه من اليوفي، في رغبه من المان يونايتد، لكن حتى اللحظه مش عارفين وجهه ميسي القادمه ايه، لانه اللاعب نفسه يمكن سمعنا انه في اتصال حصل مع بيبي جوارديولا، لكن هل ده يكفي انه يكون حاسم الانتقال للاتحاد ولا لا؟ بنتكلم على طبعا دي صوره لميسي في المطار وهو في هيروح فين؟ هيروح باريس ولا مانشستر ولا ميلان ولا تورينو ولا لندن ولا احمد؟ انه رابطه الليجا النهارده حسمت الموضوع وقالت انه ميسي علشان يمشي من برشلونه لازم يدفع 700 مليون يورو. حتى اللحظه دي الناحيه القانونيه غير واضحه، خلينا نتفق على كده، لانه في بند في عقده هل يتم تفعيل هذا البند، انه من حقه انه يفسخ العقد من جانب واحد بدون
اي بنالتي او اي غرامه يدفعها النادي ده وارد. الناحيه الثانيه برشلونه ميسي فعلا بيقولوا انه المفروض 700 مليون يورو ده على عقد الموسم الماضي، المفروض ان كده الموسم الماضي ده كده انتهى وان ده مش في عقده الجديد. في كلام كتير فعلا من الناحيه القانونيه، وممكن في النهايه برضو نصل الى حل وسط، يعني مش بالضروره ده يا ده، ممكن في النص تلاقي انه فريق بيعرض مثلا 200 مليون يورو. اعتقد انه برشلونه لو جاله 200 او 250 مليون يورو مليون يورو في ميسي، اعتقد هتبقى بالنسبه له صفقه رابحه جدا. اللاعب ما عندوش رغبه في ان هو يكمل مشواره في نادي برشلونه. المشكله ان رئيس النادي لازم يفهم ده، رئيس النادي ممكن يعمل اي حاجه عشان ميسي ما يمشيش. يعني التقارير كمان بتقول ان هو اتكلم والده قال له انا مش هقعد معاه على ترابيزه واحده غير لو هيكمل هيجدد عقده. الموضوع ما بقاش رغبه بس، الموضوع وصل كمان لحاله تمرد. يعني النهارده اخر التطورات المتعلقه بموقف ميسي انه رفض اساسا يروح يعمل فحوصات البي سي ار عشان الكشف على طبعاً كورونا، قبل طبعا ما فرقة برشلونة تبتدي استعداداتها للموسم الجديد اللي هيبتدي بكرة، استعدادات الفريق تبتدي بكرة إن شاء الله. وده الحقيقة خلى مسؤول النادي بحسب طبعا بعض التقارير الإسبانية طبعا هنشوف نجوم برشلونة هم داخلين التمرين النهاردة. ده اللي خلى إدارة النادي زي ما قلت لحضراتكم إنه حسب إذاعة كادينا سير قالت إنه قررت إدارة النادي إنه في حالة امتناع ليونيل ميسي على إنه هو يخش مع الفريق في استعدادات الموسم الجديد إنه هيتم توقيع عليه عقوبات تصل إلى حد الخصم من مرتبه، وإذا استمر ميسي في عملية التمرد فهيتم خصم 25% من مرتبه. الفكرة في النهاية اللي عايز أوصل لحضراتكم بعيداً عن الناحية القانونية شوية دي تحسمها الأيام، ومعندناش لا احنا عندنا العقد ولا تفاصيل الخاصة بفكرة انتقاله، لكن في النهاية أنا بعتقد أنه الطلاق واقع خلاص. يعني فكرة حالة الانفصال بين برشلونة وبين ميسي أعتقد أنها وقعت، وننتظر في خلال الأيام المقبلة مين هيكون عنده القدرة على استقطاب أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي لفريق غالبا مانشستر سيتي. بس نسيب برشلونه ونروح لليفربول الانجليزي اللي بيسعى الحقيقه ان هو يعيد العمل بنظام التبديلات الخمسه في المباراه الواحده خلال الموسم اللي جاي. وطبعا النظام ده تم العمل بيه ووافق عليه الفيفا خلال الموسم اللي فات للحد من اثار طبعا الجدول المزدحم بعد فتره توقف طويله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. بس في 13 فريق في البريمير ليج صوتوا من اجل عوده النظام التبديلات الثلاثه، ويمكن كنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده يا احمد وقلنا ان معظم الانديه اللي صوتت على القرار ده هي الانديه القليله شويه في جدول الترتيب، مش الخمسه الاوائل اللي لسه طالعين اصلا الدوري الدرجه الاولى زي ليدز، وقلنا ان هم كانوا شايفين ان ده في مصلحه الفرق الكبيره اكتر لان هم اللي بيستفيدوا، هم اللي عندهم دكه احتياطي قويه تخليهم يقدروا يستفيدوا من نظام التبديلات الخمسه. بس الحقيقه ان صحيفه ميرور قالت ان ليفربول بيتصدر قائمه الفرق اللي عايزه تصوت من جديد على الامر ده خلال اجتماع رابطه البريمير ليج يوم الخميس اللي جاي، لجانب طبعا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وارسنال. وكان كمان مدرب ليفربول يورجن كلوب صرح بان نظام التبديلات الخمسه ما تحطش علشان يخدم الفرق الكبيره بس كمان لحمايه اللعيبه من خطر الاصابات بسبب البرنامج المزدحم. صحيح. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم برنامج السادسه. What he lacked in now since he's with us that he didn't score a goal. He had situations that was close in plenty of moments.